بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة لبرنامج عالم الصحافة. كل التحايا من كل الزملاء في فريق العمل. يوم جديد ورحلة صحفية جديدة بصحبة ضيفنا لهذا اليوم، وأيضا بمشاركاتكم التي لا نستغني عنها، نعتبرها جزء يتجزأ من هذا البرنامج. إن شاء الله راح نخصص مساحة اليوم لاستعراض العديد والعديد من الآراء والتعليقات عبر الهاشتاج الذي يظهر أمامكم في أعلى الشاشة، هاشتاج عالم الصحافة. مجموعة من الفقرات وأخبار متجددة في وسطنا الرياضي سنسلط الضوء عليها ونناقشها، وأيضا نضع كل مشاهدينا في قلب الحدث بالنسبة لما يحدث في المشهد الرياضي. أرحب بضيفنا لهذا المساء الزميل العزيز حواس العايد الإعلامي الرياضي. حياك الله أبو عايد. يا هلا وسهلا، مساك الله بالخير وجميع الأخوان المتواجدين هنا والسادة المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك أبو عايد، إحنا نعتز بتواجدك معنا وكل الزملاء الإعلاميين. الله يطول عمرك. باقي شهر على نهاية موسم الرياضي خلاص ونرتاح. انتهينا ايه أبد، انت شهر تقريبا بالضبط، يمكن شهر. يعني كان موسم صعب وطويل وتقلبات كثيرة ومتغيرات حدثت فيه، لعل يمكن أبرز ما بالنسبة لي شخصيا، يعني من خلال متابعتي لموسم كامل، هو المنتخب السعودي وحضوره اللافت في التصفيات واقترابه كثيرا من التأهل بمشيئة الله إلى مونديال روسيا. أعتقد أن هذا يعني هو الأبرز ما يمكن أن نلخصه في المشهد الرياضي لهذا الموسم. طبعا خلاف الأندية تعرف يعني إشكالاتها كثيرة وإيجابياتها كثيرة وسلبياتها، لكن أتكلم عن فيما يتعلق برياضة وطن ويهم كل الشرائح. المنتخب السعودي أعتقد هو اللافت هذا الموسم، ولا لا حواس؟ صحيح، المنتخب السعودي هو الآن إن شاء الله سيحقق حلم الشعب السعودي بإذن الله بالتأهل لموسكو 2018. نعم، والجميع ينتظر هذا الحلم، وهو شغلنا الشاغل مثل ما تفضلت. الأندية قد يكون بعد شهر تقريبا تنتهي المنافسات الرياضية، إن لم تنتهي فعليا يعني الأيام القادمة، يعني الأسبوعين القادمة. فتوقع أنه راح يكون في استمرارية المنتخب السعودي بإذن الله أنه يحقق حلمنا جميعا بإذن الله. والأهم من ذلك أن نحافظ على استقرار المنتخب الفترة المقبلة. أنا أمس أو قبل أمس قرأت خبر أن ممكن السيد مارفك يكتفي بتأهل المنتخب إلى مونديال روسيا، بعد ذلك بيشوف لها محطة جديدة. فهذا اللي إحنا ما نتمناه. صحيح أن السيد مارفك انتقدناه كثيرا ويمكن قصونا عليه صحيح كإعلام رياضي، لكنه حقق حلم كل السعوديين. إن شاء الله بإذن الله سيحقق حلم كل السعوديين، وهو التواجد في مونديال روسيا. ف المنى كل المنى أن نحاول قدر الإمكان أن نحافظ على استقرار المنتخب بفريق العمل كامل، يعني جهاز فني وإداري ولاعبين. ما شاء الله تبارك الله، المنتخب السعودي الآن لو تسأل أي شخص متابع ما هي تشكيلة الأخضر يعطيك من الحارس إلى الهجوم. سابقا لا، كل شهر تشكيلة. صحيح. كل مباراة اسم جديد. صحيح. الآن عرفنا منه منتخبنا ومن لاعبتنا ومن الأسماء اللي بتشارك، ولا لا حواس؟ صحيح. ظلنا فترة طويلة وحنا نبحث عن ظلة المنتخب السعودي كجهاز فني، والحمد لله وجدناه في الهولندي مارفك، والآن يقدم مستويات جيدة، وكلنا ثقة في المسؤولين في المنتخب السعودي إن شاء الله أنهم يعني يقيمون الفترة اللي تقضى مع المنتخب السعودي، وهم يقرروا يعني أنه راح يبقى وكذا. نعم صحيح، الأمنيات أنه يبقى لكأس العالم حتى يعيش المنتخب استقرار. نعم. وهذا الشيء المرغوب، وبإذن الله أنه يجلس مع المنتخب ويحقق نتائج طيبة. نعم، وخاصة أنه يعني خلاص يعني هو تقريبا عرف كل تفاصيل اللاعبين، كل تفاصيل خاصة تشكيلة الأخضر. فما ودنا احنا بعد ان شاء الله بعد ما نتأهل يمشي ويجينا مدرب جديد ويتعلم ويبدأ من جديد، واساسا ما عاد بقى الا اشهر على كأس العالم. فاحنا اللي نتمناه ان نحافظ على استقرار المنتخب على كافة الأصعدة، وهذا اللي ان شاء الله نطلع له لدعم الأخضر السعودي. احنا ترى نتكلم واحنا الان ما حسمنا الامور، لكن بإذن الله قادرين على الصعود إلى مونديال روسيا بعد غيبة لأكثر من 10 سنوات أو 11 سنة تقريبا. يعني النتائج الأولية لله الحمد مطمئنة،
ويقدم نتائج جدا جميلة مثل ما تفضلت. لم تحسم الأمور ولكن بإذن الله أنها كلنا ثقة أنها ستحسم في القريب العاجل. نبدأ رحلتنا الصحفية استعراض المانشيتات العناوين الكبيرة من صحفنا الرياضية المتخصصة، نتابع. نبدأ مع صحيفة الرياضي، الملكي صعدها، الهيئة تحقق، وتركستاني يوضح أن القرار من مدير الملعب. أيضا في الشأن الاتحادي، لم تسقط راية الاتحاد من يد أسعد، واتحاد عيد يرد لا علاقة لنا بشيك 30 مليون. من الرياضي إلى الرياضية، أزمة وعود بين شرفي النصر والتنفيذي. وصحيفة النادي أيضا الحديث عن القضية الاتحادية، تعدد مبررات إيداعه زادت من حيرة الجماهير وتساؤلاتهم، الشيك القضية صداع للإدارة الاتحادية. ثلاث مانشيتات في ثلاث صحف رياضية متخصصة، عناوين كبيرة اختارتها هذه الصحف. حواس، الرياضية اختارت الحديث عن أزمة النصر، النادي الاتحاد، الرياضي قضايا متنوعة، ولعل الأبرز ربما القضية الحاصلة فيما يتعلق بالمباراة الأخيرة بين الهلال والأهلي وعدم السماح للجماهير الأهلوية بالدخول بلافتات تحمل عبارة الملكي. ثلاث عناوين مهمة، تختار منها ما شئت لتعلق عليها. والله أنا أعتقد أن القضية مثل ما تفضلت اللي هي يعني اليوم الماضية قضية المشجع الذي منع أعتقد أنه أهلاوي من دخول الملعب بسبب لافتة، وسمح لمشجعين آخرين في أندية أخرى أنه يدخلون في نفس اللافتة وكذا، فهذا أنا أتوقع أنه قرار فردي قد يكون ارتجالي من حراس الأمن أو رجال الأمن، ولكن يجب يعني أنه يحترم هذا القرار مهما كان. يعني أكيد عندهم تعليمات أنه يتم رفض المشجع، ولكن يعني أتوقع أنه يعني شيء يعني أزعج الأهلاويين كثيرا. فمفترض أنه مثل ما تفضلت أنه الهيئة فتحت تحقيق أتوقع أمس وستوافينا أكيد بالنتائج. إحنا أمس في عرضنا في حلقتنا برنامج عالم الصحافة في حلقة الأمس موضوع وصلنا خبر أثناء الحلقة أو في نهاية الحلقة أن هناك تفاعل كبير من المسؤولين في الرياضة تحديدا في الهيئة العامة للرياضة حول ما يتعلق بهذا الأمر، وأن هناك تحقيقات للوصول إلى المبررات والأسباب اللي دعت المنع والسماح. المنع والسماح بالفعل، يعني هناك تناقضات كبيرة في هذا الموضوع، يا أما تمنع يا أما يسمح للجميع أن يمارس أو يختار ما يريد بالنسبة لفريقه من ألقاب. طبعا طالما أن هذه الألقاب يعني هي مسموحة للجميع وليس فيها مساس بالذوق العام، إحنا نتكلم عن الألقاب اللي متعارف عليها، ولو أن أزمة موضوع الألقاب موضوع سبب لنا صداع، ها؟ صحيح، ليس هناك يعني ألقاب متفقة، حتى الألقاب اللي كنا متفقين عليها الآن صاروا يختلفون عليها. صحيح، وتغيرت كثير يعني مع مرور الزمن، مع مرور مع التكنولوجيا الآن. ولكن يعني جميعا كلنا ثقة في المسؤولين سواء في رجال أمننا أو في إدارة الملعب، أنه شيء طبيعي أنه قد تحدث الأخطاء ولا نضخمها. فأتوقع أنه الآن في تحقيقات جارية في هذا الموضوع، مثل ما اللي يزعج في الموضوع مثل ما تفضلت انه المنع والسماح هذه هي اللي كبرت الموضوع. لو انه تم المنع من الجميع فاعتقد انه الموضوع مر مرور الكرام عادي. نعم،
طيب في عنوان مهم حواس في صحيفة الرياضية، أزمة وعود بين شرفي النصر والتنفيذي. طبعا حنا عندنا قائمة إذا كانت جاهزة نستعرضها بالأسماء اللي تعهدت بدفع أو دعم النصر الفترة الماضية بعد اجتماعاتهم الأخيرة. هناك أسماء التزمت بهذه المبالغ، وهناك أسماء إلى الآن لم تلتزم بالمبالغ الكبيرة. وأعتقد أن النصر أحد الأندية اللي حتى الفترة الماضية كان يحتاج دعم كبير، التفافة شرفية كبيرة. شيء طبيعي خصوصا بعد عودة الأمير فيصل بالتركي، مثل ما تعلمون يعني نهاية الموسم الماضي أعلن استقالته، وفي اجتماع المزرعة في رمضان الماضي تم وعده أنه سيضخ مبلغ مالي وقدره في الخزينة النصراوية. فلما توعد من أعضاء شرف ولا يتم التزام من قبلهم، هذا شيء يعني مستغرب جدا، ويضع الأمير فيصل وإدارته في حرج كبير. هذه القائمة اللي نستعرضها مع الشباب اللي طبعا أعضاء الشرف اللي التزموا واللي والغير ملتزمين، أسماء كبيرة يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى أعضاء يعني بإمكانهم يعني النهوض وعودة النصر إلى الرقم صفر إذا كانوا بالفعل حطوا يدهم بيد الإدارة النصراوية بشكل صادق بشكل حقيقي، وحتى إذا كان الهدف أيضا دعم الكيان. أنا أتوقع أنه بحسب الأسماء اللي قاعد أقراها الآن، أنه مثل ما تفضلت أن أسماء كبيرة جدا، وفي بعض الأسماء ممكن أنها لحالها يعني تسد مبالغ كبيرة وديون نادي النصر. وللأسف أنه فيه خذلان من بعض أعضاء شرف لإدارة الأمير فيصل التركي، وعده في بداية الموسم ولم يتم التزام. وأتوقع أنه في نهاية الموسم سيتم إصدار بيان رسمي من إدارة نادي النصر، صادر يعني إدارة نادي النصر، يحتوي الأسماء التي دعمت النادي والتي وعدت وأوفت، والأسماء التي وعدت ولم توف. طيب نمر على موضوع القضية الاتحادية. منشط اليوم كبير في صحيفة النادي، الشيك القضية سبب صداع بالنسبة لإدارة الاتحادية. على فكرة ترى الصداع ليس فقط في قضية الشيك بالنسبة لإدارة الاتحادية الحالية، ما شاء الله تبارك الله، هي كل ما حاولت أنها تخرج من صداع يأتيها صداع جديد. يجيها صداع إيه؟ الله يعينهم. لا يعني الاتحاد نادي كبير ولا يستحق أن يمر بهذه الظروف وهذه يعني المسائل اللي أتوقع أنها يجب أن يتم التجاوز عنها خصوصا الفترة الحالية. يعني نادي كبير، نادي الوطن مثل ما يعني يلقب، فأتمنى أنه بإذن الله أنه يتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت بإذن الله، ويتم عودة نادي الاتحاد لتوهجه، مع أنه ما شاء الله تبارك الرحمن يعني ما أثر على الفريق يعني كعناصر. صحيح. نعم. يعني بين قوسين روح الاتحاد حاضرة سواء في المدرج أو في اللاعبين. طيب على الهاشتاج عبد العزيز السليمان، أشك بمنع الجمهور من حمل اللافتات بالنسبة للأهلي، يقول كل شيء وارد بدون شبهات كما كان الموسم الماضي واللي قبله. صانعت قرار إدارة باعشن لم تسدد فانسحب من آسيا وأهملت فخصمت 3 نقاط، ثم منعنا من التسجيل لنكتشف أن الشيك 30 مليون لم يدخل الحساب. أيضا يقول أحد المغردين تساؤل بسيط، لماذا تم طرح موضوع الشيك 30 مليون في هذا التوقيت؟ شو رأيك حواس؟ لا هذا حق ويجب أن يطرح، ولا يختار التوقيت في هذا الأمر. عبد الله حمود، أخبار الرياضي على المشجع والشيك أخبار مشكوك فيها، فنلة المشجع عليها دعاية واتس والشيك أغلب الاتحاديين نفوا ما أثير حوله. عيسى بن عطلة يقول ما حدث لجمهور الأهلي في استاد الملك فهد أمر معيب ومخجل. نصراوي تيمة يقول اليوم أنا مقاطع البرنامج لأن بندر الشهري سحب على هاشتاج أمس، لذلك اليوم ليس لدي مشاركات. والله نصراوي هذا أمر يعني لا يسعدنا أنك تقاطع البرنامج أو حتى لا تتواصل معنا، أنت جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج، خاصة مجموعة من الأسماء يعني أصبحت أصدقاء مقربين لبرنامجنا وإحنا نعتز بآرائهم، لكن أمس بالفعل كانت حلقتنا مزحومة ومواضيع دسمة
وضيفين، فبالتالي يعني احنا انا والله اعتذرت في نهايه الحلقه، كان ودي نستعرض الاراء، لكن اليوم ان شاء الله راح نعوضكم باذن الله ونخصص مساحه لاستعراض الكثير من الاراء والتعليقات. بالمناسبه يعني صحيح ان نسعد بمشاركاتكم، لكن ليس بالضروره، يعني مو معقول اني انا بعد كل الهاشتاج اقراه كله اسم اسم او تغريده تغريده. نحاول قدر الامكان ان نركز على بعض التغريدات اللي تتحدث عن ما يطرح في حلقاتنا، ولا جميع الاراء بالعكس نعتز فيها وعلى العين والراس. نبدا رحلتنا الصحفيه مع اول عنوان من صحيفه الرياض. في صحيفة الرياض: الاستئناف في قضيتي العويس وعوض لدى مركز التحكيم. غرم العمري يوضح: لم أستغرب تصرفات خميس، وهناك شخصية كبيرة سألاحقها. كشفت مصادر لصحيفة الرياض لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الاستئناف على القرارات في قضيتي الحارس محمد العويس واللاعب الوسط عوض خميس حق لجميع الأطراف، ولكن لن يتعدى ذلك مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي يعتبر الجهة المخولة من محكمة الكاس الدولية لإصدار القرارات المحلية. أضاف أن اللوائح المعدلة في رفع بعض القضايا إلى الفيفا لا يمكن لها ذلك، لأن الجهة المخولة في الوقت الراهن هو مركز التحكيم، وسيمنح لكل طرف حق الاستئناف لدى المركز الذي سيكون له الحكم حيال كل قضية، خصوصا أن هناك قانونيين ملمين باللوائح والأنظمة وتحديد مصير العديد من القضايا. من جهة أخرى، حضر لدى لجنة الاحتراف غرم العمري وكيل عوض للمصادقة على أقواله التي تحدث بها هاتفيا الأسبوع الماضي وتقديمه للعديد من الأوراق للتأكد منها. وأكد وكيل أعمال لاعب النصر عوض خميس أن حضوره اليوم إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم للمصادقة على أقواله التي أخذتها اللجنة هاتفيا الأسبوع الماضي بعد أن اعتذر حينها عن عدم الحضور لظروفه الخاصة وتواجده خارج المملكة، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله من شائعات بتحريضه خميس ونقله إلى نادي الهلال غير صحيح على الإطلاق. وقال في تصريحات صحفية حول شكوى نادي النصر ضده: أنني عملت بضمير وأمانة، ولا يعنيني ما يقال سوى رضا رب العالمين، وسامح الله جميع من أسقط علي واتهمني باتهامات شخصية، والآن القضية منظورة ولا يمكن الحديث عنها احتراما للاتحاد السعودي ولجنة الاحتراف وللأنظمة واللوائح. أحترم نادي النصر وجماهيره وكل من ينتمي لهذا النادي كاحترامي لجميع أندية المملكة، ولم يصلني حتى الآن أي شكوى رسمية، ولكن تناقلها الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي، وعلاقتي بعوض خميس كوسيط انتهت بعد توقيعه للهلال ولم أقابله نهائيا، وليس هناك وكلاء لاعبين كما يشاع، بل انتهى هذا الأمر من أعوام. الآن ما يوجد ما يسمى بوسطاء، فبمجرد توقيع اللاعب للنادي تنتهي العلاقة بينه وبين الوسيط. أخذ رأيك حواس في هذه القضية الشائكة والمعقدة، سواء عوض خميس أو العويس، تفضل. بالنسبة خلينا نبدأ من محمد العويس، بحكم أنه هو اللي انتقل في البداية من نادي الشباب أو اختار من نادي الشباب النادي الأهلي، ويجب أن تحترم هذه الرغبة وأن يلبى طلب اللاعب. يعني قدم له عرض، وأعتقد ظهرت في وقت من الأوقات أنه في اتفاقية بين نادي الأهلي ونادي الشباب، وفي رسائل يمكن نصية بين الإدارتين. نعم. فالآن يجب أن تحترم هذه الرغبة، رغبة اللاعب مهما كان. إحنا شاهدنا في وقت من الأوقات اللي هو اللاعب سعيد المولد، لاعب نادي الأهلي، لما وقع نادي الاتحاد. نعم. وتم منعه من اللعب وذهب إلى خارج المملكة، يعني عاد عبر كوبري. صراحة الرياضة السعودية ما أتمنى أنها تمر في هذا، يعني هذا الطريق الصعب والشائك. رياضة سهلة بسيطة، يعني في أنظمة يجب أن تطبق. اللاعب لم يرغب في البقاء مع نادي الشباب، اختار نادي الأهلي،
وقع في ظروف يعني ستة أشهر مع نادي الأهلي توقيع رسمي، فهذا رغبة وحق مشروع لأي لاعب. نعم. أما بالنسبة لعوض خميس هو القضية الأصعب والقضية اللي يعني اللي تعتبر شائكة جدا لأسباب. أول شيء أنه اختار أنه يوقع نادي الهلال عقد جديد، وكان وسيطه أو وكيل أعماله غرم العمري. فلما يعني وقع مع نادي الأهلي مع نادي الهلال بعد فترة تراجع وطلب أنه يمدد عقد ناديه السابق نادي النصر. ومثل ما تفضلت في يعني فيه مع احترامي الأستاذ غرم العمري فيه يعني فيه جميع الأندية محتفظة بحقها. نادي النصر مثل الأمير فيصل التركي صرح بعد مباراة النصر والأخيرة النصر والتعاون بعد مباراة النصر والتعاون أنه يحتفظ بحقه وسيصعد الأمر لفيفا، لأنه يعتقد أنه عنده أوراق كافية جدا أنها تكون موجودة وتنصف ناديه. نعم. فهذا شيء حق مشروع ومن حق وشيء طبيعي تصريح الأستاذ غرم يدافع عن حقه، ومن حقه أنه يعني يتكلم ما يشاء. رئيس النصر بعد المباراة الأخيرة صرح بأن إذا لم يكن هناك إنصاف لناديه سوف نصعد الموضوع، يعني ما راح نسكت عن هذه القضية. الآن المصدر اللي كشفه لصحيفة الرياض أن الاستئناف على القرارات في قضيتي الحارس محمد عويس واللاعب عوض خميس حق لجميع الأطراف، ولكن لن يتعدى ذلك مركز التحكيم الرياضي. يعني راح تكون القضية بكل تفاصيلها لدى مركز التحكيم الرياضي ويكتفى بذلك، لن يتعدى الأمر إلى الفيفا أو محكمة الكاس. أنا مع احترامي الكامل المصدر، ولكن الفيفا برضه يعني من حق الأندية أنها ترجع له. لما ترفع أنت مركز التحكيم السعودي الرياضي السعودي ولا يتم الإنصاف، خلاص يتم السكوت على هذا الموضوع؟ لا، ما أتوقع. أتوقع أنه سيتم تصعيد سواء يعني عن طريق محكمة التحكيم السعودي أو دايركت عن طريق الاتحاد الدولي للفيفا، وهذا أبسط حقوق نادي النصر أو حتى نادي الهلال. طيب الآن متوقع أن هناك عقوبات على كل الأطراف، ربما تعتقد من اللي ممكن يتحمل مسؤولية بشكل كبير؟ أي طرف منهم؟ عندنا ثلاثة أطراف: النصر، الهلال، عوض خميس، وبرضه وكيل وسيط لاعب. يعني هو يعتبر ممكن ضمن اللاعب عوض ممكن خميس. أي ممكن أنها تصل العقوبة ل يعني الوسطاء. يعني أنا بحكم نظري أو يعني القضايا السابقة في الأندية السعودية سبق ومرت أكثر من قضية تم التوقيع لناديين مختلفين، وأتوقع أن الذي عوقب فيها اللي هو اللاعب، فأتوقع أنه عوض خميس سيكون متضرر. نعم. ولكن في النهاية حقق رغبته. أبو ملاك يقول: لا تقول مصلحة لاعب، لا تقول مصلحة منتخب، العويس يدفع ثمن سحبته على الهلال. للأسف شعار رياضتنا يقول: أخضر من برا وأزرق من جوا. عبد الله يقول: فسر قول غرم، لم أستغرب ما فعله عوض. عبد العزيز سليمان: النصر فقد القضية واتجه الإعلام لذر الرماد بالعيون، لأنه يعلم أن جمهوره كلمة توديه وكلمة تجيبه. طبعا هذه آراء خاصة لأصحاب المغردين. أيضا يقول هندي رفيفان يقول: سبق أن منع بعض من جماهير الهلال من الدخول للملعب بسبب حملهم تيشيرت جحفلي. ما أدري والله، تذكر الموضوع هذا؟ أنا ما أتذكر. لا حتى صحيح ما أتذكر والله الموضوع هذا، بس أنا أقول ليش من لا يكبر هذا الموضوع؟ يعني ما فيه يعني مع احترامي ما فيه يمكن هشاهد تصوير فيديو للحادثة، ما في أي تصوير فيديو ولا في أي شيء، فأتوقع أنه اجتهاد ويجب أن يحترم هذا القرار. طيب نغلق قضيتي عوض خميس والعويس في صحيفة الرياض، نفتح صفحة رياضية جديدة في صحيفة اليوم أيضا عن الشأن النصراوي.
كارتيرون ينقل تدريبات على الملعب الرديف بالنادي استعدادا لمواجهة الباطن. الرخصة تحرم النصر من الآسيوية في النسخة المقبلة. كشفت مصادر مقربة من إدارة النصر بأنها ستتجه في حال واصلت مسيرته في قيادة دفة النادي للانسحاب من دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة في ظل المطالبة المالية العالية لإنهاء أزمة الرخصة الآسيوية التي تعد من أهم الشروط التي يجب تسليمها قبل الدخول في قرعة دوري الأبطال. يحتل النصر حاليا المركز الثاني في دوري جميل للمحترفين بعد نهاية الجولة 23، وهذا المركز يؤهل للتأهل مباشرة إلى دوري المجموعات الذي ينطلق في فبراير 2018. تستند لوائح الرخص الآسيوية على إيفاء الإدارة بكل التزامات اللاعبين من رواتب ومقدمات عقود وعدم وجود قضايا في الاتحادين القاري والأهلي، ما يعني أن النصر في حال رضخ لتلك المطالب فإنه سيكون ملزماً بسداد 93 مليون ريال. يعني النصر إذا بيشارك في آسيا النسخة المقبلة يجب عليه دفع 93 مليون ريال قبل انطلاق دور المجموعات حتى يتمكن من الحصول على الرخصة الآسيوية. كان نادي الاتحاد قد فشل في تجاوز هذه المعضلة أمام مسيري الاتحاد الآسيوي ليحرم من المشاركة في النسخة الحالية من البطولة ويحل بديلا عنه التعاون، في حين دخل الفتح في مواجهات الملحق قبل أن يتأهل إلى دوري المجموعات. رقم كبير أبو عايد على النصر 93 مليون ريال. لا ما أتوقع على إدارة الأمير فيصل التركي، ما أتوقع أنه كبير. صحيح أنه مبلغ، ولكن يعني أنا مو أجزم أنه سيتم سداد جميع المبالغ سواء من إدارة الأمير فيصل التركي أو رجالات نادي النصر. فيعني مر النصر في ظروف أقوى من هذه الظروف وتجاوزها في وقت من الأوقات. يعني في ناس تكلمت أنه لن يتم تسجيل لاعبين أجانب في فترة من الفترات بسبب مبالغ كبيرة. نعم. وطلع أتوقع الأمير فيصل التركي كذا مرة فتحدث عن هذا الموضوع أنه سنسجل ونسجل ونسجل. فأتوقع أنه يعني لا سيشارك نادي النصر في بطولة آسيا، وسواء بدعم من قبل إدارة الأمير فيصل التركي أو أعضاء الشرف قادرين في رجال في نادي النصر قادرين انه يتم سداد هذا المديون. طيب اما تفضل الاداره النصرويه الحاليه تتوقع استمرارها ولا رحيلها نهايه الموسم؟ الى حد الان اتوقع استمرارها، يعني بحكم انه ما تقدم احد يعني من يعني من المرشحين، فاتوقع انها راح يعني تواصل استمرارها في بحسب ما اعرفه انه بشكل اخر سيتم يعني تصحيح وغربلة الفريق، معالجة كثير من الأمور. أكيد سمعت أنت تصريح الأمير الأخير المنتخب التركي. أي نعم. بعد المباراة الأخيرة. أي. أعطاك انطباع عن شيء محدد رحيله أو استمراره؟ لا كان الـ 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 يعني إذا تجاوزنا عن الـ يعني الكلام الأبرز اللي هو الرفع لفيفا يعني أتوقع أنه راح يكون مستمر موجود في إدارة نادي النصر، راح يستمر أكيد. طيب أنت تقول أن حديثها الأبرز كان فيما يتعلق قضية عوض خميس، البعض فسرها بأنها لغة قوية أو حادة أو ربما تهديد للاتحاد السعودي لكرة القدم، تتفق مع هذا الرأي ولا ترى بأنه حق من حقوقه أن يدافع عن فريقه ويطالب بها؟ لا أنا أتوقع مو يعني أبسط حقوقه أن يدافع عن نادي النصر، لأنه سأله من الصحفيين وأجاب على السؤال. فأبسط حقوقه أنه يعني هو كرئيس نادي وملام من جميع النصرويين، لا أعضاء شرف ولا جماهير، أحيانا الصمت يعني ما يولد شيء، فمن حق أنه أبسط حقوقه أنه صرح وأنه يدافع عن نادي بطرق رسمية. أنا أقول كارثة كبيرة لو لا سمح الله تم استبعاد النصر ثاني الدوري أو غيره من مشاركة قارية مثل ما حصل في موضوع الاتحاد. احنا
في هذاك الوقت لما استبعد الاتحاد، يعني احنا خصصنا حلقات وحلقات، ويمكن كل المشهد الرياضي كان يتحدث عن هذا الامر، لان هذا امر لا يمس فقط الاتحاديين، يمس الرياضه السعوديه. احنا فقدنا مشاركه فريق نراهن عليها الكثير والكثير في دوري ابطال اسيا. فليش احنا كنا نناقش هذا الموضوع وكنا نتذمر وكنا مستائين حتى لا يتكرر هذا الامر من الانديه الاخرى؟ الان لا سمح الله للنصر او غيره اذا لم يلتزم ويسدد الديون اللي عليه ولم يحصل على الرخصه الاسيويه، فنحن امام مشكله كبيره كبيره جدا. صحيح، مثل ما تفضلت كان صدمه كبيره يعني اعتذار الاتحاد عن الدخول في بطوله اسيا، لا سيما وهو البطل لاسيا لسنوات متعدده. نعم، ولكن وضع النصر مختلف تماما ولا يقارن، يعني مع احترامي كامل احترامي لنادي الاتحاد، هنالك رجال في نادي النصر لن يرضوا على وضع ناديهم بهذه الصوره. يختلف الوضع عن الاتحاد فيما يتعلق بالدعم الشرفي تتكلم؟ ايه، بالدعم الشرفي ووجود يعني اداره تعاني استقرار، يعني من فتره طويله، والامير فيصل التركي رئيس نادي النصر وقريب من نادي النصر. طيب، العالمي على هاشتاج يقول برنامج عالم الصحافة شيق وجميل، ولكن توقيته غير مناسب للمشاهد، على الأقل يكون الساعة 9 ليلا. يعني أنا ما أعتقد أن في أحد يقرأ صحافة أو يتصفح جرائد الساعة 9 في المساء، ولا لا؟ صحيح، لا لا، هو قصده أنه يتابع البرنامج يعني بحيث أنه يسمع الآراء، ولا أكيد أنه يتابع. والله إحنا دائما تصلنا آراء أو انتقادات حول توقيت البرنامج، لكن أعتقد يعني أن هذا هو التوقيت المناسب لقراءة الصحف واستعراضها ومناقشتها وما يدول في الصحافة الورقية من أخبار. بعد كذا أعتقد خلاص يعني تعتبر أخبار بايتة، ولا لا؟ لا، وقت مناسب جدا، يعني فترة مناسب لك، بس كثير ما يناسب. لا والله ما يناسبني أنا كثير صراحة، بس عموما إحنا حاولنا قدر الإمكان أن نختار التوقيت اللي من خلاله نسدد ونقارب فيما يتعلق بمناقشة الكثير والكثير من الأخبار، حتى لو أخرنا البرنامج أكثر من كذا في أوقات يتداخل أو يتعارض مع صلاة العصر وأيضا بعض الأحداث الرياضية. فبالتالي كان هذا هو التوقيت المناسب، وأعتقد أنه هو المناسب لاستعراض الكثير من الأخبار والصحف وقراءتها. عنوان جديد في صحيفة الشرق الأوسط: الهلال يطلب حكاما أجانب في مباراة التتويج. قررت إدارة نادي الهلال عدم طلب حكام أجانب لمواجهة الديربي أمام الشباب الخميس المقبل في الجولة 24 من الدوري السعودي المحترفين، وترحيل هذا الطلب إلى ختام الدوري أمام النصر في 4 من شهر مايو المقبل، والتي ينتظر أن تشهد تتويج الفريق بالدوري، حيث بات الهلال يحتاج إلى 2 من 9 نقاط محتملة في مبارياته 3 المتبقية من الدوري. أعتقد أن الهلال كان باقي له اختيار طاقم أخير لحكام أجانب، وعنده 3 مباريات كان يفترض أنها تكون في مباراة الشباب، لكن الإدارة أجلتها إلى المباراة الأخيرة، مباراة التتويج أمام النصر. عنده مباراتين، الشباب والهلال، لأن الوحدة بتكون على أرض الوحدة، فما يحق له أن يطلب حكام أجانب. أتوقع أنه اختار الهلال بناء على النصر. الهلال اختار يعني طلب الحكام في مواجهة النصر بحكم أنه ديربي وتنافس بين الفريقين، ويعني مع احترامي لنادي الشباب ما أتوقع أنه يعني حسب إدارة نادي الهلال وطلبها أن يكون حكام أجانب، اختارت نادي النصر على نادي الشباب، مع أنه مفترض أنا أشوف أنه نادي الشباب. يعني قصدك أن مباراتهم مع الشباب كيف؟ ما فهمت. مباراة عادية جدا، يعني ما فيها ما أتوقع ما راح يكون فيها تنافس. ما أتوقع، يعني بتجاوزها الهلال وبسهولة. ليش؟ لأنه ما في، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الهلال منتشي، ايوه، وفي مسار صاعد، ونادي الشباب يمر بظروف، يمر يعني الكل عارفها،
قصدك الفوارق الامكانيات يعني بين الهلال والشباب أكيد. والمستوى الفني ومباراه يعني يعني محسوم امرها يعني والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن مباراه النصر راح تكون ديربي يعني امام جماهير وتنافس كبير بين الفريقين. ما في شيء محسوم يعني، تتكلم عن فريقين كبار الهلال والشباب. لا محسوم من ناحيه المستوى، انا ما اقصد انه يعني مو شيء ثاني. انا من انا من, من عني عني انا احب نادي الشباب، اعز الشباب واحبه لان يعني في اطروحات تطرح بان تعرف الشباب يعني صحيح يمكن هناك فوارق امكانيه كبيره او المستوى الفني افضل بالنسبه له، لكن هناك اتهامات يتهم فيها الشباب بانه يعني سيستسلم امام الهلال، وهذا تم مناقشتها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. هل انت مع هذا الراي؟ لا ما اتوقع، ربطه الاتهامات انه مدرب الوطني سامي الجابر وكذا ما اتوقع. هي من ضمن الاتهامات اللي توجه هذه المباراه. ما اتوقع، سامي لاعب كبير والان مدرب برضه كبير ومتوقع انه يبحث برضه عن اسمه واسم نادي الشباب انه يعني في هذه المباراه، ولكن الهلاليين بحكم انه طلبوا مباراه نادي النصر فاتوقع ان الامر بات محسوما. وحق من حقوق الإدارة أبد، أبسط حقوقها يعني. الحكام الأجانب هذا الموسم فرقوا مع في مستوى المباريات ولا لا. هناك أخطاء مثل أخطاء لا هناك أخطاء، بس إنه يسلط الضوء على الأخطاء الحكم المحلي أكثر ما يسلط على الحكم الأجنبي. يعني يتم الاكتفاء أن هذا حكم أجنبي وينتهي الموضوع، بس الحكم المحلي مساكين يتم مطاردته يعني وعبر الصحف عبر يعني يتم يعني انه اخطا، وهذا الحكم الاجنبي لا. على الهاشتاج فزاع الخالدي يسالك ابو عايد يقول هل يتوقع ضيفك ان تتنازل اداره النصر عن حقها في المدرج لاحتفال جماهير الهلال؟ لا، ونزلنا خبر عنه في صحيفه الرياضيه. لن يتم التنازل بحسب مصدر في اداره نادي النصر، لن يتم التنازل عن مقعد لجمهور نادي النصر، واتوقع انه راح يكون في تيفو نصراوي اتوقع بحسب يعني في خبر كامل في جريده الرياضيه اتوقع قبل الاربع الماضي. تيفو نصراوي في المباراه الاخيره اي يعني متوقع حضور جماهيري أي. بالنسبه للنصر اي يعني حسب ما علمته انه راح يكون في تيفو في المباراه الختاميه. طيب بالمناسبه انت اليوم في حوار منشور لك في صحيفة الرياضية مع الكابتن محمد عيد مدافع فريق النصر تحت عنوان ارحل يا حسين، صحيح العنوان؟ اي صحيح، يطالب حسين بالرحيل. لا هو محمد عيد اول شيء امسي عليه بالخير ومن افضل اللاعبة خلقا وادبا واحتراما، واشكره على استجابة الدعوة والحضور مقر نادي صحيفة الرياضية واجراء اللقاء. لا هو قال انا اتمنى انه يبقى حسين اكبر يعني اطول فتره ممكنه، ولكن اللي مر فيها الموسم هذا من ضغوطات من قل عطائه اتمنى انه يعني يرحل. طبعا هذا كلام محمد عيد انه صاحب فضل علي انا يا محمد حسين، وارى انه كاخ انه يرحل و يختار الاعتزال في هذا الموسم. جاء في التفاصيل لاني يعني انا عارف احيانا بعض الصحف يكون عنوان يختلف عن مضمون الخبر او الحوار او التحقيق او ما الى ذلك. العنوان عيد يوجه رساله لاحمد لكابتن حسين عبد الغني ارحل يا حسين، يقول طالب محمد عيد مدافع فريق النصر زميله حسين عبد الغني قائد الفريق بالرحيل وهجر ميادين كره القدم. وقال عيد في حوار تنشره صحيفه الرياضيه اتمنى استمرار حسين لفتره اطول، ولكنني أتمنى اعتزاله في الوقت الجاري بالنظر إلى الوضع الحالي في النادي لأن عطاءه أقل في هذا الموسم. إيه بحكم هذا الكلام ورد على لسان الكابتن محمد صحيح عيد. صحيح محمد يعني ما في أي اختلاف. لا محمد عيد يعني زامل حسين عبد الغني لا في الأهلي بحسب الحوار يعني زامل اللاعب في الأهلي وفي المنتخب وفي نادي النصر. فيرى أنه كنصيحة أخ وكذا ويقول أنا من أشد يعني لو طلعت على الحوار يقول هو اسطورتي والقائد الحقيقي لي كمحمد عيد، ولكن اطالبه بحكم الموسم هذا انه مر بظروف وانه السن وقل عطائه وفي يعني
علامات استفهام كبيرة استمراره في نادي النصر لحد حتى الآن. طيب أنت مع الكابتن محمد عيد في مطالباته برحيل حسين عبد الغني؟ إيه بحكم الـ الـ يعني الـ الزمن. ولا أن حسين عبد الغني عنده لا زال لديه المزيد يقدمه للنصر؟ والله أنا ما أعلم هذا شيء راجع يعني شيء في نفس حسين ما صرح قريبا إنه راح يستمر ولا راح يرحل. ولكن أتوقع بحكم السن وقل عطاء مثل ما ذكر الكابتن محمد فأتوقع أنه رحيله مع نهاية هذا الموسم لا سيما وهو الكابتن كبير وفي نادي النصر وفي نادي الأهلي وقدم تضحيات كبيرة للناديين وعلى مستوى المنتخب السعودي فأتوقع أن رحيله بات أمرا ضروريا. طيب نفتح عنوان جديد صفحة جديدة نتحول من صحيفة الشرق الأوسط إلى الوطن. اجتماع وحداوي لتفادي الهبوط. اجتمع عدد من أعضاء شرف نادي الوحدة ومحبي النادي للنظر في أوضاع النادي وما تبقى في الموسم من ثلاث جولات حاسمة إما ببقاء الفريق أو هبوطه بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى. ينتظر أن يكون هناك حراك غير مسبوق ومحاولة لدعم الفريق في الدوري وتفادي الهبوط. ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره الفتح الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرايع ضمن منافسات الجولة 24 لدوري جميل للمحترفين. يأتي اللقاء بعد أن خسر الفريق الجولة الماضية من الخليج بأربعة أهداف. يطمح الفريق الوحداوي إلى كسب النقاط للهرب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. حواس كيف تشوف وضع الفريق الوحداوي خاصة في الجولات الأخيرة؟ والله نادي الوحدة نادي كبير ويعز علينا كمتابعين رياضيين ونتمنى أنه يعني من مدينة يعني برضو كبيرة وعزيزة وغالية علينا مكة المكرمة. وضع الوحدة سيء جدا ولكن يعني مثل ما في الخبر أنه فيه حراك من رجال مكة وأنا عبر هذا البرنامج أناشد رجال مكة الالتفاف حول هذا النادي خصوصا ترى الفارق يعني بينه وبين الخليج 4 نقاط. فما هو فارق كبير يعني باقي 3 جولات 9 نقاط والأصلا الفرق يعني في مذيلة الترتيب التقارب النقطي بينهم كبير نقطة نقطة صحيح. نقطة نقطتين مباراة يمكن تفرق معك ما أبد مباراة مباريتين تفرق معك بس هل الوحدة جاهز مهيئ لتفادي الهبوط لا ما ولا أتوقع. معرض أكثر من غيره للهبوط لا معرض يعني وبنسبة كبيرة للهبوط إذا لم يتماكن رجال مكة ورجال وحدة انه التفاف حول هذا النادي ودعم اللاعبين الفترة القادمة 3 مباريات المتبقية راح يكون اول هابطين. عاد احنا احتفلنا فيه لما عاد الى الدوري الممتاز. يعني والكل تفاعل مع عودة الوحدة للدوري. الان اعضاء الشرف ممكن يفعلون شيء يصنعون شيء لبقاء الوحدة؟ أكيد. ولا هي فقط وعود شرفية مجرد استهلاك اعلامي؟ لا اتوقع انه راح يعني اتوقع انه راح يتم التفاف حول النادي بس مباراته مع الفتح جدا صعبه يعني الاسبوع القادم يوم الخميس فبينهم تقارب نقطي كبير يمكن 5 أو 6 نقط بين الفتح ونادي الوحده ومثل ما ذكرت يعني مباراتين تفرق مع الوحده بشكل كبير ولكن هل في عزيمه لدى لعيبه الوحده ودعم من اعضاء شرف ورجال مكه هنا السؤال. طيب على الهاشتاج العديد من الآراء. عبد العزيز سليمان يقول مباراة الهلال والشباب على أرض الشباب. سرور يقول بلاش تسطيح للشارع الرياضي. سامي الجابر مكلف بتحطيم نادي الشباب وأضعافه لتمكين الهلال من كسب 6 نقاط من الشباب لتصدر الدوري. ما أعتقد أن يعني سواء سامي أو غيره ما أعتقد أنه يقبلها على نفسه إذا كان يحترم نفسه ويحترم مهنته فبالتأكيد أنه أكيد أنه ما راح يقبلها لا هو ولا غيره
سواء حتى لو كان فريقي اللي أنا أحبه واللي قدمني واللي حققت معه كثير وكثير من البطولات والإنجازات واللي أنا من خلاله عرفت من خلال الوسط الرياضي، لكن مهما كان يعني هذا عمل، وأكيد إنه إذا كان يسعى وينشد النجاح بالتأكيد مجد شخصي سامي، مجد شخصي له أكيد، ما راح يعني يفضل أحد على أنه يسجل إنجاز بالنسبة له ويحفظ في سيرته الذاتية. الشقردي يقول أنت تتجاهل التغريدات الهلالية والسبب معروف، والله أنا والله ما أدري وش السبب، يا ليت تعلمني وش السبب. عبد الله يقول أستاذ بندر لماذا لم تناقشوا تنازل شراحيلي عن بن طالب وزيارته له في النادي؟ تعلق عليها أبو عايد. لا شيء طبيعي يعني الاعتذار، و يعني إذا الإنسان أخطأ شيء طبيعي أنه يتقدم بالاعتذار. قد يكون يعني في اعتذارات صورت يعني مثل اعتذار ابن طالب الظاهر والدكتور العنزي لخالد شراحيلي، في اعتذارات لم يعني لم تصور، اعتذار عادي جدا يعني مثل ما أخطأت تعتذر لها للشخص. ويظل هو الاعتذار يعني شيء من شيم الكرام. صحيح صحيح. طيب ترى حصلت كثير اعتذارات. أبو همس يقول الهلال فريق كبير بس ليش ما طلب قدام سامي حكم أجنبي؟ ليش ما طلبوا حكام أجانب في السابق قدام سامي؟ يعني إبداع قلم يقول مع احترامي الشديد لأعضاء شرف الوحدة، هل هذا هو الوقت المناسب للوقوف مع الوحدة بعد ما طارت الطيور بأرزاقها؟ يمديهم ولا ما يمديهم حواس؟ لا يمديهم، يمديهم للنهوض. إيه؟ أبد. أقول لك سهلة جدا، لو يتم دعم لعيبة الوحدة الفترة الجاية راح يكون فيه تطور نادي الوحدة. طيب معنا عنوان جديد في صحيفة عكاظ. وساطة تعيد اللاعب لمنتخب سوريا السومة، علاقتي بالأهلي لن يزحزحها حاسد. جاء في التفاصيل، أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام أعلى سلطة رياضية في سوريا أن مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة سيكون ضمن صفوف منتخب سوريا في المواجهات المتبقية من تصفيات مونديال روسيا 2018. وأكد لوكالة فرانس بريس أن السومة أبدى رغبته في العودة لتمثيل سوريا، وقال منتخب سوريا للجميع والسومة أحد اللاعبين المميزين، وقد أعلن عن رغبته في المشاركة مع المنتخب. أيضا أضاف بأن اللاعب الدولي فراس الخطيب الذي عاد أخيرا لصفوف المنتخب لعب دورا كبيرا في المحادثات التي تمت مع السومة بشأن عودته للمنتخب بصفته صديقا مقربا له. وكان اتحاد الكرة السوري قد دعا السومة للانضمام إلى المنتخب مرات عدة قبل تصفيات المونديال، بيد أن اللاعب اعتذر دون توضيح الأسباب. حواس العايد كيف تعلق على هذا الخبر؟ أكيد المنتخب السوري يحتاج مهاجم كبير وفذ زي عمر السومة، وشيء طبيعي أن عودة المنتخب أنه راح تكون شيء كبير وسيصنع الفارق مع المنتخب السوري. وأنا أتوقع أنه يعني بحسب تصريحه أنه ما راح يشارك مع المنتخب السوري. ليش؟ يعني شفت تصريحه واضح انه علاقته بالهلاويين والهلاويين لا يمكن يزحزحها حاسد ومغبون، ولست ملزم بتبرير لاحد الا الاهلي، والاهلي لي والله ولي التوفيق. شفت؟ فما اتوقع انه يعني عنده اللاعب رغبه شخصيه بحسب ما علمت انه لن ينضم الفتره الحاليه لمنتخب سوريا لاسباب هو يحتفظ فيها الكابتن الكبير عمر السومة. طبعا لايضاح الموقف بالنسبة للكابتن عمر السومة، هو غرد من خلال حسابه الشخصي في تويتر، قال علاقتي بالأهلي والأهلاويين لا يمكن أن يزحزحها حاسد أو مغبون، ولست ملزما بالتبرير لأحد، أنا للأهلي والأهلي لي والله ولي التوفيق، ولم ينفي أو يؤكد انضمامه للمنتخب السوري في باقي مباريات التصفيات النهائية. هذه دلالة كبيرة أنه عنده يعني في دواخله حاجات كثيرة ما حد يعلم فيها. لكن رئيس الاتحاد الرياضي في سوريا
يقول أن عمر السومة سيكون ضمن صفوف منتخب سوريا، يعني أكد وليس ممكن، كل شيء وارد ومطلب أصلا السومة لأي يعني نادي ومنتخب للمستويات الكبيرة التي يقدمها، وشيء طبيعي أن المسؤولين في المنتخب السوري يبحثون عن ضم عمر يعني مهاجم هداف زي عمر السومة، ولكن هل اللاعب سيتم يعني سيوافق على هذا الرغبة؟ تستبعد أنت هذا الأمر؟ والله استبعد صراحة الفترة الحالية. الكابتن عمر السومة صنع الفرق مع الأهلي. أكيد مهاجم كبير. أهني الأهلاويين على هذا الصفقة. يشكل بنسبة كم من قوة الفريق الأهلاوي؟ أتوقع إنه 70-60% من قوة الأهلي. يعني إذا وجد الهداف يعني مع كامل احترام، بس الهداف عملة نادرة. زي عمر السومة، فأتوقع أنه مو أتوقع حسب النتائج مكسب كبير للأهلي وللدوري السعودي على فكرة. حنا افتقدنا الفترة الأخيرة في أنديتنا السعودية للمهاجم اللي يصنع الفرق، يعني على سبيل المثال أنا أشوف هناك انتقادات مثلا في الفرق الكبيرة النصر الهلال، الهلاليين يقولون إحنا الآن قربنا نحقق الدوري وإحنا ما عندنا مهاجم هداف صريح، في ظل الانتقادات اللي توجه لي اللاعب ليو. تعتقد أن الإشكالية من الأندية ولا ندرة في عدم أو في توفر المهاجم الفذ الهداف اللي يصنع الفرق؟ وين المشكلة بالضبط؟ لا أتوقع أنها يعني مختلف الموضوع، ندرة في المهاجمين وندرة في أن المهاجم يحافظ على مستواه أو أنه يستمر في يعني الإبداع. فهذا يعني أقرب مثال عمر السوم ما شاء الله تبارك الرحمن، الموسم الثالث والرابع على التوالي ما شاء الله يعني مبدع ولا نزل مستواه، مع أنه عايش عيشة يعني اللاعبين السعوديين. ف يعني السبب غير واضح، يتحمله اللاعب ويتحمله نفس الشيء النادي، ولكن النادي بنسبة ضئيلة. يعني اللاعب هو اللي يجب أنه يكون عنده طموح، يجب أنه يكون متواجد دائما يعني في القمة وفي أعلى مستواه، ويعني يبذل جهد أكبر وأقوى أنه يكون موجود في يعني في الفورمة، متى ما احتاجه نادي والمنتخب يكون جاهز. طيب على الهاشتاج مجموعة من التعليقات، أبو عزام يقول الخبر الذي نشرته أكثر من صحيفة بنفس الصيغة عن حرمان النصر من اللعب في البطولة الآسيوية وعرجتم به تعليمات جروب، والله ما أدري أنا أي جروب تكلم عنه لأن في جروبات كثيرة فما ندري بالضبط. يعني بادي يجب على كافة الوحدويين وقفة صادقة مع ناديهم ودعم اللاعبين ماديا معنويا للفوز فيما تبقى من مباريات. الأمل ضئيل في الوحدة حواس؟ والله لا لا استبعد، يعني قلت لك أنا الآن فرق 4 نقط، يعني الوحدة لو فاز مباراتين يمكن يجي السابع أو الثاني، 6 نقاط والآن 6 نقاط من ذهب تعتبر أي بس في نهاية الموسم. هذا يعني أنت عند قدامك الفتح بينك وبينه 4 نقاط، لو فزت على الفتح ممكن يتغير وضع الفريق. فزاع يقول مع أني هلالي بس الحق يقال السومة احترم لقمة عيشه ووصل إلى ما هو عليه الآن، ليت يتعلم بعض اللاعبين لاعبين يتكلم. إيه هو صادق، أنا أتفق معه، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن عمر محافظ على مستواه وتواجده في الملعب، وعلى فكرة ترى حتى هداف الدوري السعودي يعني غاب الهداف، يعني تواجد الهداف اللي يصنع الفارق أو في الترتيب هدافين في الدوري السعودي لهذا الموسم غاب اللاعب، ولو تجد اللاعب يمكن الوحيد اللي كان موجود مختار في اللاتة مو موجود في المنتخب، يعني هو الوحيد اللي في شو اسمه في القائمة. لا المنتخب انت تعرف تكلمنا عنها بداية الحلقة، صحيح تشكيلته ثابتة، صح يعني صح. انا اتوقع السيد بارفت ما راح يغير الا اذا شديد دعت القول. الحاجة يعني صح. للتغيير، ولا اعتقد ان هذه تشكيلته اللي راح ينتقل فيها بمشيئة الله الى مونديال روسيا، فبالتالي اصبحت الخيارات عنده محدودة يمكن. اي بس لا معليش، انا مهاجم المنتخب السعودي لما انا اوكي موجود في المنتخب السعودي خلاص، يعني ما أسجل في النادي وأكون موجود في المنتخب السعودي بعد هذه مشكلة، لازم اللاعب يبذل ويجد، لأنه لولا النادي ما اختاروك، يعني ما يتم اختيارك في المنتخب. على الهاشتاج أبو محمد يسألك يقول هل يمكن النصر أن يفوز بالدوري في حال تعثر الهلال؟
اكيد فارق ضئيل جدا جدا جدا. بالعكس الهلال حسم من الدوري يمكن بنسبه 99% انه الدوري هلالي هذا الموسم. وبالمناسبه بارك لهم هذا الدوري. ولكن ما اتوقع انه كل شيء وارد في كره القدم، بس ضئيل جدا. يعني الهلال يبغى نقطتين صحيح من 9 نقاط، فاتوقع فريق زي باقي للشباب والوحده والنصر. والنصر بس فريق الهلال فريق كبير، يعني شيء طبيعي انه راح يخلص خلصها قبل النصر. استحق الدوري اكيد. ومن يشكك في حصوله على البطوله؟ من لا اتفق، بالعكس قدم اداء جدا جميل، وعملت اداره الامير نواف بن سعد عمل جبار. فهذه نتيجه. وبالعلم يعني نادي الهلال ما شاء الله تبارك الرحمن الحين قريب جدا من الدوري، ومنافس على كاس خدم الحرمين، ومنافس في دوري اسيا. يعني لو كان بالصدفه في الدوري لما نافس في كاس خدم الحرمين ولا منافس في دوري اسيا. فلكن الفريق على كذا جهه ما شاء الله يلعب، يعني هنا السنه غير. طيب بقيه الانديه نقدر نقول انها مثلا ساهمت في تفرد الهلال هذا الموسم على اعتبار انها مستوياتها كانت منخفضه او بعيده عن مستوياتها، ولا لا الهلال فرض اسلوبه وكان يفرق كبير؟ يعني لا اكيد انه يعني زي النصر تعثر الوصيف، طبعا تعثر في مباراه 3 مباريات أو 4 مباريات، يعني مع فرق كامل الاحترام والتقدير لها مثل الخليج او كذا، فخسر 9 نقاط. يعني كانت الان لو كانت في بنك النصراويين الان يمكن منافسه شرسه بين النصر والهلال. يعني كان الفارق حتى يمكن لو لاحظت الدور الاول كان الفارق قريب جدا، نقطه 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 بين النصر والاتحاد والهلال، والاهلي قريب منهم يعني. طيب الدوري هذا الموسم هذا كمستوى فني نصنفه قوي ولا متوسط ولا ضعيف؟ لا انا اتوقع انه يعني متوسط فني، متوسط مرتفع، يعني بين متوسط وقوي. ايوه متوسط وقوي، يعني ما لم يتم حسم الدوري الا الفتره يعني القريبه. يعني ما في زي دوري 2014 ودوري 2016 ولا يعني ما في ذيك المستويات القويه، ولكن يعتبر مستوى مرتفع. 2014 اللي حققها النصر، اي كان تنافس كبير بين النصر والهلال، يعني الين يمكن مباراه الشباب ومباراه الهلال والنهضه، ذيك كان تنافس بينهم كبير حتى حسم النصر في، يعني ذكرني بهذا الدوري ان الاشياء الهلال راح يحسم قدام الشباب. هي متصدر لا تكلمني. ايوه هذه صداره وبس. لا بس ترى على فكره يعني حتى التنافس في هذاك الموسم ما كان فقط فنيا، يعني كان على كافه الاصعده. صحيح كان موسم مختلف جدا، يعني النصر عاد للواجهه بعد غياب طويل، تواجد الهلال ايضا كمنافس له وحقيقي مدرب ومباشر وطن. مدرب وطن. تواجد ايضا من يقود دفه الامور في الهلال الكابتن سامي الجابر. المشهد الرياضي كله كان بكل تفاصيله كان مختلف جدا. صحيح يعني اثاره اعتقد يمكن لا يمكن ان تتكرر الا بعد سنوات طويله. مثل ما تفضلت يعني عوده النصر للدوري بعد انقطاع طويل كان لها اثر كبير، يعني حتى على يمكن تتفاجأ يعني حتى على مستوى الخليج والعربي. كان فيه يعني حتى تغريدات من مسؤولين في دول الخليج ان يعني دوري 2014 صراحة يعني في ذيك السنة غير. ولكن ان شاء الله المنافسة في السنوات المقبلة اتوقع انها راح تكون اقوى واقوى. نعم. محمد العاطفي يسلم عليك، يقول اضافه جميله للبرنامج، يشرفنا ابو العايد. الله يسلم. حواس العايد احد الصحفيين النشيطين في صحيفه الرياضيه، وله حوار مثير جدا اليوم نشر في صحيفه الرياضيه حول الكابتن محمد عيد ومطالبته الكابتن حسين عبد الغني بالرحيل. هاشم الرحماني يقول السومه اسطوره الاهلي الحقيقيه، يكفي انه في 3 مواسم حطم ارقام جميع هدافي الاهلي. تتفق معه؟ لا سومه اسطوره الاهلي؟ لا يعني لاعب كبير نعم، ولكن في الاهلي اساطير كبيره برضو نفس الشيء، بس انه لاعب كبير ولكن لا تبخس الناس حقوقهم، يعني لا تبخس نجوم الاهلي السابقين حقوقهم في ابداع. يعني نعم. ما تعتبره اسطوره الاهلاويه؟ لا ما اعتبره اسطوره، لاعب كبير نعم،
ولكن ليس أسطورة في نادي الأهلي. لو الهلال فاز على الاتفاق والاتحاد والنصر في الدور الأول حسم الدوري من بدري بمنظور ضيفك، أنت قلت كذا أبو؟ لا أنا قلت النصر تعثر وتاح الفرصة للهلال. النصر تعثر قدام الخليج وقدام التعاون وقدام الاتفاق، فتسع نقط هذه ممكن أنها تفرق مع فريق النصر. احنا وصلنا نهاية حلقتنا، كل الشكر للزميل العزيز حواس العايد الإعلامي الرياضي. أبو عايد يعطيك العافية، شكرا لأرائك. الله يعطيك العافية، وأنا تشرفت، وألف شكر لك أخوي بندر وجميع الأخوان الموجودين ومسؤولي قناة الرياضية. غدا إن شاء الله موعد جديد، تقبل كل التحايا من فريق العمل، إلى اللقاء.